اللي تظاهرت اليوم هي تظاهرة كانت في حدود توقعاتنا ويمكن أكثر شوي. حبينا نحقق منها لمة الجمعيات ونخلق أرضية مشتركة ما بيناتنا ونخلق ريزو اللي بالحق بدأ يتخلق في ولاية زغوان. نحب نحكي على المنطقة دي الاساسيون اللي صارت في زغوان اللي هي حاجة جديدة. عندنا مدة نخدم عليها مجلس قيادات متاعنا ونحب نوصله باش ندخلوا الفكرة الجديدة هذه انه جمعيات تخدم مع بعضها وتتوحد وتحط اليد في اليد باش توصل تعمل حاجة باهية وتنهض في البلاد. بالنسبة لبرنامج التظاهرة لليوم بدي في حدود الساعة 9:30 متاع الصباح. عملنا كلمة الافتتاح قام بها المجلس القيادي الشابة، قدمنا فيها برنامج التظاهرة اللي هو كان افتتحناه بانيماسيون قامت بها الكشافة. بعد قمنا بعرض لجمعية الاستغوار تمثل في تيغوليان. بعد شهدنا مسرحية قامت بها جمعية الراضوين وادي الكنز. تزيد سورتو بالنسبة أنا نشوف أني لا كرياتيفيتي باش المجتمع يفيق يولي كرياتيف يولي هو ينتج حاجات هو يصنع معناتها حاجة اللي تسهل له حياته بتاعت فهمت كيفاش وحاجة يستنفع بها. شيء سعيد وشيء فرح لأنه يعني الشيء هذا يزمو يطور ويزمو يزيد يطور وتكون أكثر جمعيات ممكنة يعني في جميع القطاعات بالنسبة للبيئة ولا بالنسبة للصحة ولا بالطفولة ولا بالشباب ولا بالرياضة ولا بالتنمية المستدامة. هذوما يعني لازم تكون فيه أكثر جمعيات ممكن باش تعاون يعني شوية تهز الحمل على خاطر الدولة ما تنجمش تعمل كل شيء هي توفره. فهذايا عمل الجمعيات عمل مهم لأنه يحسس بالمواطن كونه معناه فما غير يفكر عليه. الجورنية متاع اليوم أكدت لي وجهة نظر عنا احنا من بكري اللي كي تبدأ كي تخلي معناتها لي جون سواء قيادات ولا جمعيات يخدموا يبدعوا. معظم المواطنين في زغوان ما يعرفوش شنو الجمعيات الموجوده عندهم. احنا تبارك الله عندنا جمعيات تنشط في مجال البيئه في مجال السياحه في مجال التراث في مجال الثقافه في مجال الرياضه في مجال كل شيء تقريبا جميع المجالات لكن مجهوله تقريبا مش درجه كبيره ما نجموا نقولوا انها مجهوله. ان شاء الله الاحداث هذه تتكرر مره واثنين وثلاثه. والله جيت اليوم للايفينمون حاجه باهيه ياسر سورتو كو الجمعيات تعرف ببعضها دونك يوليو يعرفوا بعضهم بالكدا. الايفينمون هذا سمعت به اترافير الفيسبوك وزيد زاده في ولايه زهوين الاخبار موجود العباد من بعضهم يحكيوا. باش ما ننكروش ثم جمعيه القيادات الشابه هي اللي راهو لمدتنا احنا ما نعرفوش بعضنا موجودين الكل في زغوان لكن لا جمع ثم حتى جمعيه تعرف اختها. شباب الجمعيه هذه قيادات الشابه هما اللي داروا علينا ولمدونا معناها الجمعيات الكل وحاولوا باش نعملوا اتحاد باش نقدموا بزغوان هما جمعيات مدنيه باش نقدموا بزغوان. الناس اللي تحب تدخل في الكونساي مرحبا بها في كل وقت. Ils trouveront les contacts internes sur notre page Facebook, Conseil Jeunes Leaders Zaouin, même sur notre deuxième page, Meeting des associations dans le gouvernorat de Zaouin. Ils passeront un petit entretien, Inch'Allah, ou marhaba bihom pour le conseil.